مين اللي شافها؟ زميلنا عبد الرحمن عبادي الكاتب الصحفي في الأهرام اللي شافها وكتب البوست اللي على السوشيال ميديا، وهو معانا دلوقتي يحكي لنا. مساء الخير يا أستاذ عبد الرحمن. مساء الخير استاذ رنيت، على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. يعني شكرا على البوست، شكرا انك بتدخل معانا، لانه الحقيقه انا بالنسبه لي ده بيبقى رعب اساسي لو انا ماشيه في الشارع وشفت حاجه زي كده. هو زي ما حضرتك قلتي بالظبط، ده احنا طبعا طبيعه شغلنا بتحتم علينا ان احنا نمشي في اماكن طول الوقت فيها مواكب زفاف بشكل مستمر، ونفس اللي حضرتك قلتيه بالحرف بيتكرر معانا كلنا. فكره الشماريخ، فكره المواكب الزفاف اللي بتمشي العربيات بشكل غير متزن وبحركات بهلوانيه. يمكن نفس الحادثه دي كانت في وقت مبكر شويه، لان تقريبا كنت الساعه لسه ما وصلتش 7 مساء، يعني في وسط النهار، وكنت في اتجاهي من الدائري بعد طلعت المونيت كده في اتجاه المعادي. وكانت الزفة، وكانت زفة كبيرة مش حاجة صغيرة، يعني عدد كبير من السيارات، وفيها اللي بيمشي بشكل ملتوي، وفيها اللي بيعمل حركة استعراض. أنا عملت زي ما حضرتك كنت كده بتقولي من شوية، حاولت أهدي شوية، بس كنت عندي ميعاد مستعجل يعني بشكل أسرع، فحاولت إن أنا يعني إيه أتفادى وأتجاوز الزفة. بس قبل ما أعمل المحاولة كان المشهد إن العربية اللي قدامي، احد العربيات اللي في مشاركه في الدفه، اخترقت، بتحاول تعمل حركه ملتويه، بيحاول يسد الطريق شويه عشان يوقف الطريق وراه زي ما بيحصل. اختلت على القياده في ايد السائق اللي هو شاب، وطارت بشكل مأساوي. طارت قدامك؟ انت شفتها طارت قدامك؟ لا، عربيات كتير، الدائري كان زحمه في الوقت ده بالمناسبه. يعني ما كانش فاضي يعني، طبعا هو كان بدايه الروقان، لكن كان مشهد مأساوي. الحاجز الحديدي فضل متعلق، يعني الحاجز حديدي كبير مساحه حوالي 20 متر 30 متر، فضلت متعلقه كده بشكل وكانها بوابه فتحت للعربيه اللي كده فجاه اختفت. احنا طبعا حاله ظهور، كل العربيات وقفت تقريبا، والدائري وقف. قدرا برضو ان انا العربيه بتاعتي وقفت في مكان قريب من عربيه العريس والعروسه اللي كانوا في الزفه، فنزلت ابص كده بصه زي اللي نزلوا مش عارفين نعمل حاجه. فضلنا واقفين حوالي 7 دقائق كده مش قادرين، العربيه مختفيه تحت، ناس من فوق، ناس من الجزيره اللي في الوسط في النيل تحت من ناحيه اتجاه المنيب، بص كله مش عارف يتصرف في اول حاله الهجوم. يعني احدى الفتيات ابلغت العروسه بالمشهد من اختها تقريبا كانت موجوده فيه، فبدا بقى حاله النحيب وحاله انا بصراحه ما قدرتش استحمل المشهد اكتر من كده، وانطلقت ما تابعتش بعد كده التطورات اللي حصلت، غير لما بقى المواقع بدات تتكلم بقى على الموضوع. فاكر يعني هو طبقا يعني لما قراناه، توفي في الحادث 3 من اللي في العربية، إيمان اللي هي أخت العروسة، أحمد صفوت أخو العريس، يعني أخت العروسة وأخو العريس، وابن عم العريس، والداخلية قبضت على سائق السيارة وحبسته، يعني اللي هو واحد من قرايب العريس أيضا. يعني أنت بتتكلم على فرح اتحول لجنازة، ده جنازة ومشهد مأساوي. وعايز أقول لك يعني أنا يعني ما كنتش يعني يمكن عشان كنت في أقرب نقطة للعروسة ساعتها، يعني صحيح إن في ناس كانت بتتكلم إن في الأول إن العروسة والعريس هم اللي حصل، هم اللي عربيتهم وقعت، لا، كان مشهد العروسة صعب جدا جدا. يعني بصراحة أنا ما قدرتش أتمالك نفسي لغاية اللحظة، يعني حتى لما علقت على الموضوع أنا علقت عليه بجانب إنساني، ما كانش هدفي إن أنا أتكلم عن الموضوع كقصة أو كده، لكن فعلا إحنا في أزمة مجتمعية محتاجين نعالجها ونتعامل معاها في سلوكياتنا، في طريقة تعاملنا يعني مع أفراحنا حتى. وزي ما حضرتك قلتي القصة قصة سلوكيات، هو قدر، هو قدر ربنا في الاول وفي الاخر. يعني حتى طريقه العربيه وهي بتصير، يعني مين متخيل المشهد ان حاجز حديد اخترقت رصيف عالي وطلعت قفزت عليه. انا شفت مشهد قبل كده العربيه فوق كوبري الجامعه، بس ما كانش بالطريقه المأساويه اللي شفتها دي.
بس صحيح هو طب كل واحد له عمر وقدر وكل شيء، لكن السلوكيات يا استاذ عبد الرحمن المشهد طبعًا ده مشهد طبعًا مرعب. طبعًا انا لما طبعًا بشوف في زفه عروسه بترعب. هيفضل في ذاكرك، هيفضل في ذاكره كل اللي شافه. يعني اعتقد اكيد الاسره اللي كانت لسه في مقتبل حياتها دي مش هتنسى المشهد طول عمرها، الاطفال اللي كانوا موجودين برفقه الزفه، كل اللي كانوا مشاهدين، اكيد المشهد هيفضل مأثر في ناس جدا جدا. واكيد احنا زي ما حضرتك قلت بيتكرر المشهد ده بشكل مستمر، يمكن هي يمكن عشان خاطر المكان اللي حصلت فيه الواقعه حيوي شويه ففي ضوء عليها كتير، لكن احنا عندنا حالات زي كده بتحصل في القرى وبتحصل مش هو ده الفرح. وانا ليه افرح باذيه الناس؟ وانا ليه افرح بتعطيل الطريق؟ ده الالوان اللي على فكره الصواريخ والشماريخ اللي بتطلع دي، وكمان بدات في حاجات تقارير جديده بتحصل، الوان كيميائيه فيها مواد كده يعني ممكن تعرض ناس للاذى. زائد كمان ان في مشاهد تانية في الافراح بيحصل فيها اسلاكات كبيره زي ما حكى زمان الرصاص وما زال، يعني ضرب النار والصوت والكلام ده كله. يعني للاسف احنا بنتعامل مع افراحنا بشكل مضر زي ما لا يراعي الاخرين. احنا عندنا يعني في حاله كده لا تراعي، ما بنفكرش كيف نراعي الاخرين، بنفكر ان انا هعرف امسك العربيه واقدر ليه. ده غلط. ده لازم يتوقف. عايز اقول لحضرتك ان التخنيس للعربيه بالطريقه الامريكيه اللي بيعملوها دي، انا شفت يعني في احد الزفاف في احد الزفافات اللي كنت رايحها بشكل شخصي بيغيروا كاوتشات العربيه الاربعه بكاوتشات مستعمله علشان ما يهلكش عربيته، وفي نفس الوقت عشان يعمل الحركه، فده بيعرض نفسه لخطوره اكبر. طبعا طبعا. لا لا بجد يعني سلوكيات. ادي المشاهد قدامنا، الحاجات مماثله، العيال طالعه، الشباب طالعين من الـ من الـ من الـ من شبابيك العربيات. يا جماعه هيجرى لهم حاجه؟ يعني مفيش اي احساس بانه الخوف او القلق او انه يعني يا جماعه دي مش شجاعه. وهو طالع من الشباك بص وفاتحين العربيات، لا دي شجاعه ولا دي يعني جراه ولا دي حاجه، ده تهور وسلوك يؤدي الى. طب انت مش خايف على نفسك؟ خايف على التانيين. ادي حادثه زي دي، وكان في حادثه في اسيوط قبلها برضو، واحده ست وابنها اطيح بيهم بعربيه من دول، وقعوا في الترعه ماتوا. يعني ايه الفكره؟ فرح ايه ده؟ السلوكيات السلوكيات السلوكيات. شكرا يا استاذ عبد الرحمن انك برضو كتبت البوست ده.